مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم ولقائنا يتجدد يوميا على شاشه نيل الاخبار وبرنامج من القاهره. نلقاكم من الان وحتى قبل منتصف الليل بدقائق معدوده. الملف الاول الذي نطرحه معكم للنقاش متعلق بدور مصر المحوري في المنطقه واحتوائها لازماتها. راينا هذا الدور في الشان الفلسطيني، في الشان السوري، ومؤخرا في تبعات استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، ما ترجم من خلال جولة وزير الخارجية سامح شكري العربية، وما أعلنه بشكل واضح الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ حول فاعلية الدور المصري من خلال شركائها في المنطقة العربية ومن خلال احتواء أزماتها. على ضوء الأزمة الأخيرة تحديدا في لبنان نسلط الضوء على هذا الدور المصري وقدرة مصر على احتواء مثل هذه الأزمات حفاظا على أمن المنطقة العربية القومية. الملف الثاني متعلق بمشروع قانون قدمه عدد من النواب إلى المجلس يهدف إلى حماية الرموز الوطنية والدينية والتاريخية. هذا القانون أو مشروع القانون قدم كردة فعل حول عدة تصريحات مست عدد من الرموز التاريخية، وهذا الأمر أثار جدلا واسعا وحالة من الجدل المتعلق بكون هذه المستجدات حول شخصية تاريخية بعينها هي حقائق أم أكاذيب تكذب التاريخ وتكذب كل ما رسخ في أذهان أجيال عديدة. هذا الأمر دوما ما يثير جدل على الناحية الأخرى فيما يتعلق بحرية التعبير وغيرها، لذلك هي أمور متداخلة حول مثل هذا القانون وفعالية تنفيذه. قانون يجرم المساس بالرموز التاريخية والدينية والوطنية بشكل عام. هذه موضوعاتنا اليوم في برنامج من القاهرة بعد الفاصل، جولة إخبارية مع أهم أحداث اليوم. أهلا بحضراتكم من جديد. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ناقش الاجتماع خطط تشغيل الشباب في المحافظات، كما تم استعراض البيانات الخاصة بمعدلات البطالة والفقر في المحافظات المختلفة، فضلا عن القطاعات التي تتميز بكثافة العمالة وتلك التي تتيح فرص العمل للمرأة والشباب وتتسم بالاستدامة وتعمل على إنتاج السلع التي تحد من الاستيراد. وعرض وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع خطة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج للتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا في أفقر 10 محافظات بقيمة إجمالية تبلغ نحو المليار جنيه. قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم بإحاطة المجلس بالتقرير الذي تلقاه من وزير الري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، كما عرض وزير الخارجية تقريرا حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع والأسس القانونية التي تحكمه وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الثلاثية الذي تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا. كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية يقوم بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضري على المستوى القومي. كما تضمن المشروع المقترح تعديلات تضمن التيسير على المواطنين فضلا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني ومجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحيزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظا على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
أعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي أن الحكومة وافقت على قانون تنظيم المجلس وإحالته إلى مجلس الدولة، والمجلس القومي للمرأة هو كما يعرف هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وهدفها هو تدعيم وتنمية وحماية حقوق المرأة وفقا للدستور والقوانين الدولية ووفقا لتكافؤ الفرص وعدم التمييز. وقالت مايا مرسي إنه سيتم اختيار أعضاء المجلس من عدد من الهيئات، منها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية. وأوضحت أنه سيتم ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام التي يعمل بها المجلس، مشيرة إلى أن أهدافه تنحصر في اقتراح مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة والتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ هذه الأنشطة ومتابعة وتقييم السياسات العامة للمجلس وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس والاتفاقيات الدولية وتلقي الشكاوى الخاصة بحقوق وحريات المرأة للجهات المختصة وعقد المؤتمرات والندوات النقاشية. معي عبر الهاتف السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. عدة يعني نقاط، أولا ملامح عامة حول اجتماع مجلس الوزراء اليوم والأمور التي تم إحاطتها في الاجتماع من قبل رئيس الوزراء. أولا نشير إلى أنه الاجتماع اليوم تناول عدد من الموضوعات قد يكون من أبرزها فيما يتعلق بمفاوضات خاصة بسد النهضة في ضوء التعثر الذي انتاب المسار الفني. اليوم مجلس الوزراء عبر عن أنه سيستمر في المتابعة الدائية لتطورات الأمر والمفاوضات الجارية والتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. من ناحية أخرى كان هناك متابعة لما تم في منتدى الشباب في شرم الشيخ، حيث وجه السيد رئيس الوزراء بالحكومة بالالتزام بالتوصيات والتوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية في المنتدى، وأن تكون هذه التوصيات والتوجيهات على جدول أعمال الوزراء في الفترة القادمة للتنفيذ. نعم. على جانب آخر الاجتماع تناول تقريرا حول الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان من حيث الواقع ورؤية للمستقبل، والتقرير وضع بعض الأهداف الخاصة بتعزيز احترام حقوق الإنسان وتمكين المواطن من التمتع بحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان في سلوكيات المواطنين، وذلك من خلال آليات يعني مختلفة، أهمها التوعية بحقوق الإنسان، أن يكون هناك مشاركة من المجتمع المدني في جهود الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر، تعزيز التفاعل مع منظمات الدولية واستكمال البنية التشريعية الداخلية. نعم. والاجتماع يعني هذا التاريخ خرج ببعض التوصيات فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، منها أنه يعني يكون في تواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يعني يكون أيضا في تواصل مع المنظمات الدولية لشرح مختلف أبعاد حقوق الإنسان في مصر وأولوياتنا الوطنية، وأن يكون هناك ثقة في لدى هذه المنظمات في التعامل مع مصر، أن يكون هناك دورات وبرامج تدريبية للعاملين بالوزارات والجهات ذات الصلة لتنمية المهارات في مجال حقوق الإنسان، أن يكون هناك تقرير سنوي شامل عن حالة حقوق الإنسان بغض الإيجابيات والسلبيات والإجراءات التي اتخذت نحو معالجة. تمام. طيب يا فندم، هرجع لموضوع تعديل أحكام قانون البناء، لأن واحد من الملفات الهامة اللي نقشت أيضا إزاي هذه التعديلات ستحكم يعني حالة التعدي على الرقعة الزراعية، واحد من الملفات الشائكة جدا. بالفعل هو التعديل له أكثر من جانب،
جانب انه يكون هناك تنظيم لاعمال البناء من حيث تعديل اسلوب استخراج التراخيص ومتابعه التنفيذ وتوصيل المرافق. ايضا مطلوب انه يكون هناك قدر من التسهيل على المواطنين، وفي نفس الوقت وضع الضوابط اللازمه لضمان السلامه الانشائيه للمباني ومواجهه البناء بدون ترخيص خارج الاحوزه العمرانيه المعتمده وسرعه ازالتها حفاظا على الرقعه الزراعيه. ده يعني زي ما حضرتك اشرتي دي الالتزامات العامه للقانون. طبعا قانون بينظم موضوعات كثيره، ايضا من بينها ان مساله التنسيق الحضاري على المستوى القومي والتخطيط العمراني. نعم. هناك حاجه لان نعيد المظهر الحضاري للمدن والقرى في مصر. نعم، أشكرك جزيلا السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، وما زلنا مع اجتماع عدد من الوزراء أيضا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. واتصالا تنضم إلينا هاتفيا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. مساء الخير سيادة الوزيرة. أهلا وسهلا. أهم ملامح اجتماع اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاجتماع طبعا كان خاص ب يعني زيادة فرص التشغيل وزيادة فرص تشغيل الشباب، واهتمام سيادة الرئيس ب يعني زيادة حجم هذه الفرص والفرص عمل لائقة للشباب والمواطنين. فاستعرضنا طبعا أنا والسيد وزير التجارة والصناعة والسيد وزير التضامن الاجتماعي، استعرضنا الموقف بالنسبة لحجم التشغيل، بالنسبة لمعدلات البطالة ويعني وانحسارها، بداية انحسارها الحمد لله، رغم ان احنا يعني المفروض ان يعني زيادة فرص التشغيل، ولكن احنا المجموعة اللي اتخرجت في يوليا لسه مش كلهم التحقوا بسوق العمل، ولكن حدث زيادة في فرص التشغيل. عرضنا الموقف على مستوى المحافظات، عرضنا الموقف الخاص بالمكونات السلع اللي بيتم استيرادها من الخارج كمدخلات انتاج، حصر نسب البطاله بالنسبه للشباب وبالنسبه للمراه بشكل ايضا اساسي، الاهتمام يعني برعايه المراه والشباب. وطبعا الساده زملائي يعني عرضنا مجموعه من المشروعات، بنركز طبعا المشروعات اللي هي بتبقى كثيفه العماله، كل منطقه وكل محافظه لها ميزه تنافسيه، بنتكلم على مجمعات صناعيه بنقدر ان احنا نستفيد فيها من الصناعات المغذيه والصناعات المكمله. بنشوف ايضا احنا نظرنا للموضوع بشكل تنميه متكامل بحيث ان احنا نوفر الاطار الشامل عشان هذه التجمعات الصناعيه تبقى بتتوفر لها كافه الخدمات اللي هي بتحتاجها من حيث خدمات التسويق، من حيث خدمات خاصه بالمدارس الصناعيه او المدارس الفنيه، بحيث ان احنا نقدر النهارده لما بنقدر نقوم تجمعات بهذا الشكل نضمن لها النجاح والاستدامه. والوزارات طبعا وزاره التجاره والصناعه الخريطه الصناعيه خريطه الاستثمار الصناعي بالنسبه لها مقدمه المشروعات بالدراسة الجدوى الخاصه بالمشروع، فيعني عرضنا كل ده وانواع الصناعات اللي ممكن تطرح. زي ما حضرتك عارفه في مجموعه من المشروعات بتبقى مشروعات اللي بتوفر حجم فرص عمل اكبر، وفي مشروعات ايضا اخرى مختلفه بتتم على مستوى القرى الاكثر فقرا، ودي بتبقى بتستهدف بشكل اساسي رفع معدلات الفقر وايجاد حرف للشباب والمراه بشكل. نعم، يعني هي دي يا فندم نوعيه المشروعات سياده الوزيره اللي هيتم التركيز عليها في المحافظات المختلفه لحد من البطاله وايضا القضاء على معدلات الفقر. لزياده معدلات التشغيل، لان هي دي الحقيقه يعني الحمايه الاجتماعيه الحقيقيه اللي احنا نقدر فيها للمواطنين، ان احنا نزود معدلات التشغيل بحيث ان كل فرد يبقى عنده عمل لائق بيحصل منه على دخل لائق، فيقدر ان هو يوفر لنفسه جوده حياه افضل. هناك مجموعه من المشروعات سواء كانت في صناعه المنسوجات الملابس الجاهزه، مشروعات خاصه بالصناعات الغذائيه والصناعات الهندسيه والكيماويه، مشروعات خاصه بالصناعات المكمله، الى جانب ان هناك قرى اكثر فقرا او مناطق اكثر فقرا بتحتاج الى مجموعه من الحرف اليدويه او المشروعات الخاصه بالتمكين للفئات الاقل دخلا. نعم، انا بشكرك جزيلا دكتوره هلا سعيد وزيره التخطيط والمتابعه والاصلاح الاداري. دي كانت ابرز اخبارنا ومتابعتنا الملف
وبعد متابعة التقرير الحراك المصري لاحتواء أزمات المنطقة ويعني جهود التهدئة في مناطق الصراع مثل سوريا واليمن وتجنب تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة، هذا جانب، والتحركات التي تلت استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والتي تنذر بأنها ليست فقط مجرد أزمة تضاف إلى سجل أو تاريخ الأزمات اللبنانية، بل أزمة من نوع مختلف تنذر بخطورة شديدة على الأوضاع في لبنان والمنطقة العربية. الحراك المصري لاحتواء هذه الأزمات، هذا ما نناقشه بعد متابعة التقرير. جولة عربية ناجحة قام بها سامح شكري وزير الخارجية، شملت كل من الأردن، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، الإمارات والمملكة العربية السعودية، في ظل ما تشهده المنطقة من مخاطر تهدد أمنها ووحدتها. وزير الخارجية نقل خلال جولته رسائل شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة وزعماء تلك الدول، أكد خلال حرص مصر على تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية إزاء التحديات المختلفة التي تواجه الوطن العربي في الوقت الراهن. وتأتي جولة وزير الخارجية في إطار التشاور الدائم بين مصر والأشقاء العرب حول مجمل العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده المسرح السياسي في لبنان من تطورات، فضلا عن تنامي التحديات المرتبطة بأمن واستقرار المنطقة بشكل عام، الأمر الذي يقتضي تكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأشقاء في الدول العربية. الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تلقى تقريرا من وزير الخارجية حول هذه الجولة أكد على أهمية مواصلة بذل المساعي الرامية لتدعيم الاستقرار بالمنطقة، مؤكدا على موقف مصر الثابت إزاء أهمية الحفاظ على التضامن العربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.